اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا عندنا مباراه في منتهى الاهميه يوم الجمعه الجاي ان شاء الله امام شباب لوزداد في دوري الابطال. اكيد هيكون لينا كلام كتير قوي متعلق بهذه المباراه ونوعيه التحدي اللي احنا هنخوضه ان شاء الله من خلال لقائنا مع شباب لوزداد. منورنا ومشرفنا، دايما بنسعد بوجود الحقيقه معانا كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير نهاوند. صباح الهنا. ان شاء الله تكون حلقه كويسه كده باذن الله. لا ده اكيد ده كده كده بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك ربنا. الف سلام عليك حبيبي. الله يسلمك. نبدا بقى، يعني حضرتك في قبل الهوا كنت بتقول عايز تعلق شويه على الخبر اللي كان معانا عن يورجن كلوب والتصريحات الخاصه بصلاحيه. نبدا من هنا. انا سعيد جدا طبعا، كل ما يكون في حاجه إيجابية لصلاح أو حاجة مميزة إحنا كشعب المصري بنبقى سعداء جدا، لأن ده رمز رقم واحد في كرة القدم حاليا. محمد صلاح. صحيح. ومن النوادر إن أو من الصعب جدا، هو ممكن التكرار بس المسيرة اللي عملها صلاح هيبقى صعب جدا المقارنة معاه. يعني أنا كلوب بيقول إيه، إن صلاح ممكن صعب إن أنا ألاقي لعيب تاني أدربه على المستوى. أيوة. ده من نجوم، يعني من النجوم اللي هي المميزه جدا اللي المدرب تعامل معاها، بيقول لك ولعيب يعني عمال يقول فيه شعارات، فدي حاجه بتشرفنا احنا كمصريين بالظبط، رغم بقى الانتقادات اللي كان بياخدها في بدايه مشواره. يعني متخيل المعادله صعبه ازاي؟ هي صعبه جدا، لان في البدايات بتبقى برضه رؤيه ما بتبقاش واضحه، وفي ناس بتستعجل شويه في النقد. طبعا. ان من رابع المستحيلات لما بتفرج مثلا على ميسي وكريستيانو فيقول لك هل حد عندنا في مصر هيوصل للمستوى ده؟ او الحمد لله بالاجتهاد والعمل الجيد وكل حاجه والثقافه زادت ومستشارين وكل المنظومه كلها اللي حواليه علت صلاح لحد ما وصل للناس دي، وبل المفروض كان يتفوق عليهم، لان صلاح اتظلم الفتره اللي فاتت. في فتره كان لازم ياخد فيها احسن لاعب في العالم اللي هي خد فيها دور الابطال، خد الدوري الانجليزي، سوبر، كاس الرابطه، حقق انجازات كتير على المستوى الجماعي والمستوى الفردي من هداف الدوري الانجليزي اكتر من موسم متتالي. هو طبعا كل الحقوق صلاح نتيجه عناصر كتير متضافرت، وفي النهايه نتج عنها هذا المجد اللي حققه اللي وصله محمد صلاح. واعتقد ان ممكن تكون من اهم العناصر دي فكره الذكاء المهني بشكل عام. فكره العقليه، وانه مش كل الناس عندها نفس العقليه اللي ممكن توصلها للي وصل له محمد. صحيح. اكيد هو عالي، والاحتكاك والممارسه، وهو اول حاجه يعني عشان يوصل للحاجه دي كلها ما بيجيش من فراغ، زي ما اتكلمنا اكتر من مره. طب. اشتغل على نفسه وتعب الحاجات اللي هو مش عارف فيها حاجه، مش عيب لما يجيب مستشارين. طب. اللي بحيث لما بيجي يطلع منه القرار بعد كده بيطلع قرار 100% صائب. ممكن اضيف حاجه هنا برضو عشان قبل ما نقفل الملف ده، كان في بيئة بتسمح للنجاح. فرق كبير جدا بين بيئة ناقدة للنقد وبيئة داعمة بشكل كبير. صحيح. احنا مختلفين بصراحة هنا عندنا. طب. مشكلة فعلا، وده يعني مش مبالغة، بس في ناس كتيرة وبنسبة أكبر بتحارب الشخص الناجح، بتحاربه، لكن هناك أنت بتدعم الشخص الناجح. الدعم أقوى. أنا بشوف إن لما يبقى في شخص ناجح حاول توصل زيه، ما تحاربوش. صح. لكن إحنا عندنا الثقافة دي ما كسرش فيه، يعني ما كسرش معاه. إحنا عندنا ده. صح. فبرضه فكرة إن شخص ينجح بالشكل ده محتاج بيئة تساعده على ده. مع إصراره وإيمانه بنفسه. الدوافع بتتغير بقى. الدوافع يعني اللي عنده. هو أنت بتتكلم عليه ده ممكن يجي علينا اليوم. أكيد. نشوف عكسه. أكيد مع التكرار ومع الاستقرار الفني والإداري ومع الثقافة تعلى شوية والتنظيم وكل حاجة في الآخر بتوصل للنجاح. هو زي ما نهواند بتقول، وبعدين كان عنده الدوافع، الدعم اللي بره أقوى من هنا، لأن الناس اللي بره معدينا بمراحل في كل حاجة. هنا زمان كنت تلاقي مثلا المدرب ومساعد المدرب، في أوروبا من زمان تلاقي الجهاز الفني بتاع 20 واحد، محلل اداء بتاع التغذيه، المدرب، المدير الفني. اللي نهاوه انت بتتكلم عليه ده مش بس ينطبق على كره القدم والرياضه، ده على كل المستويات، كل دكاتره، مهندسين. صح. يعني ناس كتير فعلا بتبقى نوابغ بره.
لكن النبوغ ده ما بنشوفوش منهم غير بره. ان شاء الله يبقى انا شايف ان في تقدم الفتره اللي جايه، واحنا برضو ايه كلنا بنساهم وبنساعد، والمنظومه كلها من اول المسؤولين عن الدوله والانظمه اللي موجوده عندنا، انا شايف ان احنا في تطور مستمر وفي تقدم باذن الله. الاستقرار والفتره اللي جايه هيولد النجاح في كل المستويات وعلى كل، يعني ان شاء الله يبقى عندنا حاجات جامده جدا جدا الفتره الجايه، ونبقى في المقدمه باذن الله. نخش بقى على الاهلي. نخش، تعالى بقى نخش على الاهلي كابتن صديق. لان بص بقى كابتن صديق، نتكلم بشفافيه كالعاده طبعا. طيب لما تيجي تتكلم دلوقتي على الكره الافريقيه مبدئيا قبل ما نخش في تفاصيل شباب لوزداد تحديدا، هتلاقي الكره الافريقيه مختلفه، هتلاقي الكره الافريقيه غير متوقعه تماما بدليل ميدياما. يعني ميدياما فكره ان هو يتعادل وبعدين يفوز، هو معلش ميدياما مش مين ميدياما على اساس مين انا بقلل منه، بس مين ميدياما بلغه الارقام وفنيات اصلا مش موجود، يعني مش موجود مقارنه حتى بشباب لوزداد. لكن اللي حصل فيه حاجه لا فاقت التوقعات، في حاجه مش مفهومه، وعلى فكره دي حلوه مش وحشه طبعا، بس دي تخلينا احنا كأهلي بقى وكبنشارك في بطوله، وبطوله مش هقول غاليه، بطوله ما فيش رفاهيه ان انت تضيع من ايدك اصلا، في حرص، فلازم يبقى في تركيز اعلى وكل حاجه تضعف. خلينا نبدا من الفكره وبعدين نخش في التفاصيل. بالنسبه للميدياما طالما انت يعني اتفضلتي، هو فريق من غانا، التاريخ ساعات ما بيشفعش لحد، احنا دلوقتي ايه في الحاضر، في الحاضر الناس كلها في افريقيا بقت تشتغل على نفسها، يجيبوا مدربين على مستوى عالي ويجيب برضو لعيبه كويسه، كل واحد بيعمل دعم وعايز فرقته. طالما دخلت دوري الابطال، طالما دخلوا الكونفدراليه، الحدث بيفرض نفسه على المنظومه اللي هي شغاله او مشاركه في المسابقات دي، فاكيد بيشتغلوا على نفسهم. المباراه اللي فاتت ممكن يكون كان في برضه نسبه استهتار شويه من بولوزداد، شباب بولوزداد ما احترموش الفرقه ديت، الفرقه دي جايه مركزه، عرفوا يحصدوا الثلاث نقاط دي، بتدي مؤشر او بتدي جرس انذار للفرق المشاركه. وبعدين دوري المجموعات بيختلف على التصفيات اللي بعد كده، ان ممكن تبقى في مفاجآت. يعني لما نيجي نرجع فلاش باك زي ما احنا بنقول على البطوله اللي فاتت، النادي الاهلي هو مشارك فيها، يعني احنا دخلنا بالهدف اللي ضيعه ضربه الجزاء في دي، فرقت معانا سان داونز والهلال بتاع قطر الطاهر، لو ضربه الجزاء دخلت كان الاهلي كان هيبقى ما كناش وصلنا ان احنا الحمد لله للبطوله وخدنا البطوله واحنا الاول على مستوى افريقيا كلها. ففي حاجات متغيرات وبالذات في الدوري المجموعات تلاقي فيها مفاجآت، زي ما قلت لحضرتك الفرق بتظهر بمظهر كويس جدا وانت مش متوقع، لان هي ما عندهاش تاريخ كبير. لما بولوزداد الجزائر طبعا حدث ولا حرج، منتخب الجزائر والفرق اللي هي في الجزائر متقدمه جدا جدا طبعاً. وفاء سطيف بولوزداد كل لعيبه كتير محترفين في الدوريات الاوروبيه ومحترفين في اوروبا، بس بتكلم على الدوري حتى المحلي او المشاركات دوري الابطال او الكونفدراليه، فتلاقي برضو عندهم باع طويل الخبرات في البطوله دي يا نهوان، زي ما تفضلت حضرتك دي بقى ايه ساعات بتتفوق على عدم الخبرات، بس في مباريات في الاول وبالذات في دور المجموعات تقلقك، لو انت ما احترمتيش الخصم ممكن في ثانيه. الماتش اللي فات النادي الاهلي 3 بونت خلاص، خبرات وحدها كافيه، يعني فكره ان انت فريق عنده ما يكفي من الخبرات، هل الخبرات اللي عند اللعيبه دي لوحدها كافيه؟ لا، ما الخبرات بتضاف لاسم الفريق، للمشاركات بتاعه الفريق دوت، امكانياته في الدوري المحلي، في البطولات، الاستحقاقات اللي بيطلعها بره، بيبقى عنده باع طويل وعنده القوه وعنده الاسم والتاريخ برضو بيفرق معاك في ايه؟ ان بيديك باور قدام اي فرقه تانية بتكون لسه جايه ما حدش عارف عنها حاجه، فاللي بيجي يلعبك ده، يعني هم النهارده بولوزداد جاي يلعب النادي الاهلي، انا اسمه ايه؟ بن غيس اللي هو ايه اللعيب بتاعهم، لعيب كويس جدا من الناس المميزين مع لامين ومع مزيان، بيتكلموا لك احنا اتفاجئنا بالماتش اللي فات فعايزين نعوض قدام النادي الاهلي، بس صعوبه المباراه لان ده النادي الاهلي وعارفين عندهم الحذر، كل الحذر ان المباراه تبقى صعبه جدا عليهم، بس هو جاي عايز يعمل حاجه ايجابيه طبعا اكيد، اسم الاهلي عامل له ربكه، فبرضه الاسم والتاريخ بيشفعوا لك مع امكانيات اللعيبه مع الجهاز الفني. النادي الاهلي الحمد لله يعني حدث ولا حرج، عنده باع طويل في البطولات دي وحاصد بطولات كتير، والاهلي فيه ميزه كويسه بياخد كل حاجه بوقتها.
طب حلو، بس انا النقطه اللي شويه هختلف فيها شويه بحضرتك، حضرتك اتكلمت ان شباب لوزداد استهتر او كان مش محترم قوي المنافس اللي هو ميدياما، بس ازاي والميدياما والنادي الاهلي المباراه كانت يعني التعادل، فانا حتى لو انا مستقل شويه بفنيات المنافس لما شفت ان هو تعادل مع النادي الاهلي، ما انا لازم اركز بقى ان المباراه مش هتبقى سهله زي ما انا متوقع. قصدك على ميدياما؟ لو ما تعادلش معانا، احنا تعادلنا مع افريكانز، يانج افريكانز. لا انا كده اتلخبطت. ولا يهمك ولا يهمك، احنا تعادلنا مع نفس البطوله افريكانز هي نفس البطوله بس هي الفرقه ما كانش كان في شويه نسبه استهتار. ثانيه واحده، احنا فزنا في الشوط الثاني. ايوه فاحنا ايه برضو هم عندنا شويه يعني ايه عرفونا شويه. ما كانتش من المتوقع ده اللي انا عايز اقوله. انت احنا بس هي اول مباراه، هي كانت اول مباراه بس القصه معلش انا اتلخبطت. ولا يهمك. انا اسفه. القصه ان انت قعدت الشوط الاول الدنيا كانت مقفوله. لا مش مقفوله بس غير متوقعه. وانت بتيجي تقول اصلا لما جينا حللنا قبل المباراه، معلش انا كده ركزت. ماشي. انت جيت قلت ايه؟ لا احنا هنخلص في الشوط الاول في الدقايق الاولى. انت لقيت حد مش بيلعب بس دفاعي، لا ده بيلعب دفاعي وقافل عليك. وانت مش عارف حتى توصل للجول بتاعه وضيعت، كان عندك اهدار فرص. انا فاكره كويس جدا لما اتكلمنا. طب انا ليه بظهر بالمشهد ده لما باجي بلعب مع فريق فنيا بعيد؟ انت رديت على السؤال، انت سالت في الاول حاجه ودلوقتي جاوبت عليها كويس جدا. يعني ما هو الفرقه دي بتبقى جايه برده مستعده وعايزه تعمل حاجه ايجابيه. اولا التنظيم الدفاعي والحاجات دي، وبقى الفرقه دي بقت منظمه. الاول كانت الفرقه الافريقيه تيجي تشيل 5 6، صحيح، ومن اول دقيقتين روح حاطينهم جون، والثاني والثالث تلاقيها ضلمت معاهم وتطلع بسكور. دلوقتي هو جاي مركز، كان في تنظيم كويس عندهم، في دفاع كويس من تلتين الملعب، ومحترمين النادي الاهلي. فبرضه النادي الاهلي مش كل فرقه يلعبها اول ما ينزل هيسجل، هيجي فرق هتتكتل قدام النادي الاهلي عشان تفك الشفره دي. بقى بتيجي مثلا الشوط الثاني بيحصل تغييرات تكتيكيه في الملعب، بيحصل متغيرات، بيحصل تغييرات من على البنك من بره، المدرب بيعمل في بعض المراكز بس تعديلات. دايما الحلول دي بتفك الشفرات يعني. دايما مش دايما بس كتير قوي. وعلى فكره الكلام ده حصل حتى مع منتخب مصر في بطولات مختلفه. فكره ان انت بتلاعب خصم معدي بقى مرحله التكتل الدفاعي تقريبا ممسمر كل اللعيبه بتوعه قدام. ما هو ده ما هو ده احنا بنسميه برضو تنظيم منظم كويس في بس ما فيش فرقه بتلعب 90 دقيقه يا كابتن كريم. برضو اوضح لك نقطه فنيا، ما فيش فرقه هتلعب 90 دقيقه في الحته الدفاعيه والتكتل. هيجي برضو فتره هتلاقيهم فكوا لان الضغط عليهم كتير بيولد الانفجار. ما ده بيعتمد عليك برضو، بيعتمد على امكانياتك المهاريه. وفي حاجات بقى في الكوره اسمها فروقات فرديه. احنا برضو ربنا بيوفقنا بيبقى عندنا عناصر مميزه في النادي الاهلي زي كهربا، زي قفشه، زي حسين، زي بيرسي تاو. فبيجي فتره معينه بيفك لك اللي احنا بنتكلم عليه شفر او الايه التكتلات دي، يوجد الثغره المطلوبه. طبعا ما هو ايه الفرق بيننا وبين اي حد؟ ما انت عندك الامكانيات البشريه، فالمدرب معاه اوراق كويسه سواء على في الملعب او الاوراق الرابحه. ما فيش فرقه الا نادرا ساعات 90 دقيقه ويتوفقوا يجي مثلا يتعادل معاك. بس دي السيناريو ده ما بيتكررش كتير، لان لو كل الفرقه بقى تيجي مثلا تلعب دفاع هيبقى مش هيبقى ليهم شكل ولا ليهم اداء، ومش هيوصلوا للمراحل اللي هم عايزين يوصلها. اللي بيدافع ده مش عايز يكسب عشان يعدي الادوار اللي بعد كده. احنا شخصيا كان منتخب مصر عملناها بكاس العالم بمشاركه سابقه في كاس العالم لو تفتكر، بتاعه يعني سعد الكابتن الجوهري. دي كانت اول مشاركه بعد 34 ولا زي بقى المشاركه الاولانيه كانت سنه الله اعلم. أيوه. لما كانوا ثلاث فرق في كانت ثلاث فرق في التصفيات، واللي يصحى بدري يخش كاس العالم كان ثلاث فرق يا كريم. انما دلوقتي احنا الكابتن الجوهري عمل مجهود جبار مع المنتخب بتاعه. احنا كنا حديث العالم وقتها. ايوه بس ما هو برضو الكابتن الجوهري الله يرحمه كان عنده فكر برضو ويحترم. كنا ساعتها بنلعب هولندا، هولندا ال 11 بالاحتياطي. أيوة. كلهم اي حد يتخض. ده انت لو شفت فان باستن وهو نازل واحمد رمزي جنبه او فان باستن مثلا وكاس جنبه او خولت، الناس كانت نازله عامله كده. فالفتره دي كان لازم نلعب كده. هتلعب مفتوح، مره الامارات لعب في كاس عالم شال 7 أو 8، مره مش عارف الكويت شال كام. فانت الجوهري برضو طلع باقل الخسائر. بس هي الطريقه بتاعته لما نرجع للزمن هي اللي جننتهم. مدرب ايرلندا جنن طبعا. انت كان بتضربه كف على كف. عشان برضو كل شويه احنا كنا بنرجع للجون. فكل وقت ليه اداء. دلوقتي احنا اتقدمنا كره حديثه، بنلعب كره اوروبيه، عندنا محترفين على مستوى عالي، عندنا احسن لعيب في العالم في وجهه نظرنا. عارف يا كابتن الحمد لله يعني الكلام ده يعني على الارض مختلف عن الورق.
يعني لما تتكلم كده هتلاقي ان ايه الكلام ده حلو قوي ويطمن، بس تعالى اتكلم على الارض زي ما نرجع تاني الماتشات اللي فاتت. ميدياما 3 ماشي، خلينا يعني في الوقت الحالي بتاعنا. ما هي القصه كلها، انا اول مباراه كسبت 3 بس كسبت بصعوبه، تمام؟ وكسبت بصعوبه تاني، هرجع اقول مع فريق لا انا ممكن كنت اخلص من اول مباراه، خلينا نقول من الشوط الاول. جيت بعد كده على يانج افريكانز 1-1، بس برضو كان ممكن اوصل لافضل من كده بكتير. انا كان عندي اهدار، خلاص عندي اهدار فرص كتيره. دي نقطه ثانيه. شباب لوزداد انا مش داخله المباراه دي برضو واثقه ان انا هفوز، وهفوز بسهوله، وعلى فكره نسبه التعادل عاليه جدا، فلان انت بتتكلم شباب لوزداد برضو فنيا اقوى من يانج افريكانز، فانت تعادلت مع يانج افريكانز واحنا عندنا 4 بونت وهم 3. طيب احنا متصدرين. الكلام ده حلو، لكن على ارض الواقع مختلف. انا بقيت كلام حضرتك الامور الفنيه انت بتتكلم فيها كويس جدا ما شاء الله، ان لازم باذن الله باذن الله باذن الله يعني ان احنا نحصد ال3 نقاط عشان يبقى عندنا ارتياحيه للمباراه اللي بعد كده، لان المباراه لا قدر الله لو يعني بقت جامده علينا شويه وبقى فيها حته دفاعيه برضو البلوزداد، او لا قدر الله حصل حاجه عكسيه هتقلقنا شويه. واحنا لو قلت لك دوري المجموعات المديامة دي كان اول مباراه، يعني المديامة دي لو هي 3 مباراة عندنا في القاهره واحنا لعبنا ماتشين قبل كده لا هنفرمهم هنا هنفرمهم، انما دي اول مباراه فانت داخله اول مباراه دي بتبقى مشكله. لا عذر يعني معلش انا ما باخدش بالاعذار دي حتى ده مش عذر، لا ده انا بحلل لك تحليل يعني فني بالاداء المباراه دي الاولانيه. بس السهوله لما لعب مباراه يعني اول مباراه ليا والافتتاحيه وبتكلم ان هي مباراه سهله منافس سهل، ما احنا مش عارفين معاهم حاجه، ما احنا ما درسناهم دايما ما ده فريق غني. بس فنيا وتاريخ وارقام ما احنا حطينا التاريخ على جنب، ولو الاسم النادي واي حد يمشي جنب النادي الاهلي يتخض، بس بقول لحضرتك دي اول مره نلعبهم، ده فريق غني مجهول اللي هو يعني ما كانش عندنا برضو ايه معلومات كافيه عنه او ما لعبناهمش قبل كده، فهو جه على بال ما الدنيا فكت شويه قدرنا نجيب هدف. بس الفرقه دي لو لعبناها 3 مباراة بالمستوى بتاع النادي الاهلي لا كنا ممكن نكسبه مسكور. طيب ونركز معاه، خلينا في اللي جاي، واللي جاي كده كده ابتداء من يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله مش سهل، لان هيبقى في تصعيد لمستوى الفرق بالزبط. اللي احنا هنضطر نخوض معاهم مباريات وحصد النقاط بطبيعه الحال. النهارده في الجزء الاول من حلقتك انت هو انت بتستعرض تاريخ المواجهات ما بيننا وما بين الفرق الجزائريه المختلفه، فالكونكلوجن اللي وصلنا له ان الى حد كبير في تعادل لصالحنا بطبيعه الحال، في تكافؤ بسيط، يعني الاهلي كسب 9 مباريات على الجزائر مثلا، احنا خسرنا 7 التعادلات 7، يعني هتلاقي فيه المستوى متقارب جدا جدا بين هم سادس دوري احنا عندنا الثاني، يعني هم لعبوا احنا لعبنا 6 هم لعبوا 6 فزنا في 4 فازوا في 4 كتقييم بقى المستوى الفني. لو حيدنا بقى التفصيله دي وبصينا على المطلوب تحديدا من كولر عشان نتخطى عقبه بلوزداد يوم الجمعه ان شاء الله. كويس، هو المدرب طبعا اجتماعات فنيه وشغالين يعني ورشه عمل كبيره جدا وجامده جدا وتركيز عالي جدا جدا للمباراه. الناس شغالين في النادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبه حتى المصابين ان شاء الله ياسر يرجع مع ربيع، لان عبد المنعم بعيد شويه ممكن يكون بيجهزوه للاصابه، الماتش اللي فات كانت خبطه جامده عليه. الراجل اللي هيشوف التشكيل الانسب وهنتكلم برضو على التشكيل، ودخل المباراه بقوه لان عارف ملعبنا ومفيش تهاون وعامل سيناريوهات للمباراه، والنادي الاهلي عارف الكوره في شمال افريقيا مختلفه عن الدول الافريقيه الثانيه بالنسبه للاداء وبالنسبه للسرعه وبالنسبه للقوه، فالراجل مركز جدا على المباراه، واحنا محتاجين المباراه مش عايز اقول لك اكتر منهم عشان يبقى في استقرار الفتره اللي جايه واحنا نبقى متصدرين زي ما احنا ماشيين. تخش على التصفيات بعد كده يبقى النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل، مش عايزين نوصل للمرحله اللي كانت ساعه البطوله الاولانيه. وانا بقى بتفائل لما اكون الدنيا مكهربه كده في الاول، النادي الاهلي ان شاء الله بيفوق وبيوصل للهدف المرجو منه. فالمدرب مركز جدا في المباراه، المباراه مش سهله، مباراه على ملعبنا. لازم في الاول ان احنا باذن الله البدايه ان احنا برضو نحاول نسجل عشان من الاول الماتش ما يعقربش معانا، فدي معتمده على المجموعه اللي هتبدا والافراد عندنا، واحنا الحمد لله عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا، الناس اللي هتبدا عندهم كفاءة ان هم يسجلوا باذن الله من اول مباراة، لان الماتش ده غير بتاع ميدياما، الفريق كبير انا ميدياما ده معقدني والله. ما خلاص هنرجع له بعدين، فاحنا ان شاء الله يعني المدرب مركز جدا في المباراة. طيب خلينا نتكلم شوية برضو واقع، خلينا نقول هنا وهنا.
حضرتك كلمت دي مباراة صعبة، أوكي، بس أنا عندي كذا ميزة. أولاً على أرضي. ثانياً أنا عندي استقرار إداري وفني، شباب لوزداد لسه مغيرين المدير الفني، فبرضو دي بتعمل جابوا باكيتا اللي كان في الزمالك زمان. كان موسم 2015-16، فأنت عندك دلوقتي برضو ميزتين مش عندهم. ثالث حاجة، ودي بقى اللي عندهم مش عندي، إن هم جايين من خسارة من ميدياما، عشان كده بقول لك ميدياما عامل لي أزمة، لأن هو بجد فريق مش متوقع. الخسارة دي موترة. عايزين يعوضوا. طبعاً عايزين يعوضوا، وعايزين يعوضوا مع الكبير اللي هو النادي الاهلي. كويس. لان برضو لو خرجوا بالشكل ده وخسروا كمان من الاهلي بهاي سكور، لا شكلهم وفكره الكوره عندهم هيبقى سيء جدا. بس عندهم افانتاج برضو، لسه في فرصه ثانيه، في مباريات ثانيه لسه ماشي، ده ما اختلفناش فيه، ولسه ممكن بيعوض يعني، وهو اقرب فرقه للجزائر بعدين. وخلي بال حضرتك برضو كابتن صديق، انا حضرتك بتقول انا لازم اركز ولازم استعد ولازم كل الكلام ده بنقوله قبل كل مباراه، ولكن بيبقى برضو الوضع كما هو عليه في بعض الامور الخاصه بالاخطاء المتكرره. وهي الفينال بتاعي، انا عندي ازمه ان انا بلعب كويس جدا، واللمسات الاخيره بتاعتي عندي فيها ازمه من الموسم اللي فات، وكولر اتكلم على ده، ويمكن كل مباراه كان بيتكلم عنها. وهرجع اقول تاني، دي مش غلطه المدير الفني، لان المدير الفني اداك الخطه اللي تمشي بيها، انت بقى ما شطتش في الوقت المناسب، دي مشكلتك انت كلاعب. كويس. الحته التهديفيه هي بتبقى قلقاكي وقلقاني وقلق كريم وقلق جمهور النادي الاهلي، الحته التهديفيه في الاول ان انت عشان تلعب وتسجل. بس انا بقول لحضرتك برضو عشان نطمنك ان النادي الاهلي الدوافع موجوده، والدوافع كبيره جدا جدا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراه باذن الله. وبرضو زي ما بقول لك المباراه صعبه، المباراه صعبه عليهم هم. ايوه عليهم كتير جدا جدا، لان خارج ملعبهم ومع النادي الاهلي. حته ان هو جاي من خساره دي مش بتاعتنا ازاي فنيا، ان احنا مركزين، مش عايز اقول لك اكتر منه، ان انا اللي انا كان في ايدي 3 بونت وراحوا مني، خدت بونت واحد وكان فاضل دقيقتين عشان احصل 3 نقاط، فاكن انا في اعتقادي اكن انا خسرت، لان مثلا كنت كسبان. فالاهلي جاي مش جاي فرحان من هناك ان هو متعادل، لا ده كان نفسه يجي بالثلاثه عشان 6 بونت يتسيد يعني يتصدر المجموعه، يبقى راكب دافع للاهلاويه اللي في اللي جاي. بس الدوافع انا بقول لك، والامور الفنيه الدوافع دي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي وعند الجهاز الفني وعند المنظومه كلها، بس الامور الفنيه دي بتاعه المدرب. حته الاخطاء اللي بتتكلم عليها دي برضو حاجات فنيه بتاعه المدير الفني وبتاعه الجهاز الفني بالكامل. هم بيشتغلوا، اي مدرب بيشتغل على الاخطاء اللي هي مثلا السلبيات اللي كانت موجوده قبل كده، والايجابيات، الايجابيات بيحاول يزودها عشان يوصل للهدف وما يبقاش فيه توتر او فيه ضغط عصبي عليه، بيحاول يسجل من الاول، بيشتغل في التلت الاخراني كويس جدا جدا، وهو نازل بتكتيك كويس للمباراه، مش هينزل الاهلي يدافع. والاربعه اللي قدام ان شاء الله لما نتكلم برضو على التشكيل، كان حسين او كهربا او تحتيهم يعني ديانج، وتحتيهم عطيه، وتحتيهم امام عاشور، او لو كريم دخل، الحته اللي فوق هتفرق معانا، ان ان شاء الله التلت الاخراني عندنا كويس جدا جدا، مع الحرص بالناس اللي في نص الملعب ان شاء الله نسجل في الاول، دي هتدينا ارتياحيه، وهتحس ان الاخطاء اللي كانت بتاعت الفرص اللي ضايعه الفتره اللي فاتت ان شاء الله ممكن ما تبقاش موجوده هنا، لان الماتش ده هي ما ينفعش تكون موجوده للامانه. مش بس هنا، ده هنا واللي جاي بعد هنا كمان. استاذ يعني كريم، بص في متغيرات، ما احنا لو قلنا ما ينفعش، انت بتبقى نازل المباراه، يعني كريم ده لعيب كويس جدا جدا الفتره اللي فاتت، من الناس اللي بيشيد بيها مستر كولر. بس الولد انفرد وعملها في توفيق من ربنا، جت في الجون، جون طلعها، لو حطها خلاص 3 بونت بتاعتنا. في ناس بتوصل، كهربا ساعات يوصل بيضيع، كهربا من اعلى الناس لما تكون الكره تحت الريليف بيخلص. نفس الكلام حسين، نفس الكلام امام، لعيبه كلهم، نسيت قفشه كمان، وبيخلص وبيعمل لك اسيستات. بس في فرص لما بتضيع، هو في لعيب عايز ينزل يضيع فرصه، يضيع المباراه من الفريق اللي بيلعب؟ ما حدش قال كده اكيد، بس دي لازم هتيجي يعني، بعيدا عن عنصر دي ورده، بعيدا عن عنصر التوفيق من عدمه، ان في توفيق في اليوم ده او ما فيش، بس برضو في حاجات تانية زي التركيز مثلا. هو التركيز بقى، ان انت ممكن في بعض الاحيان، وانا هنا مش بتكلم على الاهلي اصلا، بتكلم في المطلق، ممكن يبقى مستخف بالمنافس فبتديله القدر الاقل من مجهودك، فبينتج عنه اللي احنا الاستخفاف دوت او الاستهتار بيؤدي لحاجه بعيد عننا ان شاء الله، بعيد عننا وعن السامعين يعني، بتؤدي الفشل. زي ما حصل مع ستيف مع البوليسدات، استهتر بالفرقه الثانيه كسبوهم ومشي. فالنادي الاهلي عامل حساب الحته دي، بس انا بتكلم على ايه؟
انت بتقول لي في اخطاء متكرره، ما لازم لو ما فيش اخطاء في كره القدم مش هيبقى في نجاحات. لا معلش بقى نختلف هنا، نختلف قولي لي وانا اوضح لحضرتك. اه اكيد فضل. اكيد اكيد يعني فضل. معلش في فارق كبير، وعلى فكره انا يعني هستشهد من كلامي بتصريحات كولر مش كويس. رايي الشخصي كويس. في فارق ما بين بعض الاخطاء الوارده المتنوعه في مباريات مختلفه او موسم ما، وفي فارق كبير ما بين نفس الخطا متكرر معايا موسم لموسم ومباراه لمباراه كابتن صديق. لكن لما دي بقى تبقى ده المشهد، لا يبقى في مشكله كبيره، وده اللي صرح بيه كولر كويس. بعد تقريبا كل مباراه، وانا وكريم قرينا يعني كنا بنقول التصريحات وبنعرضها للساده المتابعين. فالراجل نفسه بيتحدث ان في مشكله في بيشتكي من الاخطاء في لا في اللمسات الاخيره. طيب. في اهدار الفرص الاكيده. فمعلش ده مش خطا وارد، ماشي. دي مشكله عندي. هو بيوعي اللعيبه وبيشتغل على الحته دي في التمرين. امال معلش يعني على فكره الموضوع مش هجوم هي... على اللعيبه. لا انت بتوضحي ان انا عندي ازمه بتكلم فيها عشان مش عايز ان ده يتكرر. ما الازمه دي مشتركه عشان اوضح برضه لحضرتك الحته الفنيه. يعني بين اللعيبه وجهاز الفني. ازاي؟ المدرب بيشتغل على الاخطاء، بيشتغل على الحاجات اللي بتحصل، اهدار الفرص، الحاجات دي كلها. هو يقول لك انا عايز راس حربه يجيب جول، راس حربه مش موجود، بنشتغل على التلت الاخراني، الناس اللي بتيجي من تحت هي اللي بتسجل، وده اللي تعودنا عليه. ما كهربا مش راس حربه رسمي، مش راس حربه ثابت او هو بيلعب في الصندوق زي عماد متعب، لا ده كهربا بيجي من تحت سواء من الاطراف او بيجي من العمق، وعنده الامكانيات الفنيه العاليه، وعنده الفروقات واحد لواحد بيفوت زي الحاجات اللي بتجيله. الجون اللي جابه في السودان يمكن ياخد احسن هدف في البطولات الافريقيه اللي جابه في السودان هنا عندنا، جون عالمي اللي هو كنترول عالي جدا في الصندوق وعاملها ببطن رجليه. في حاجات فنيه عند اللعيبه، وحسين لما بيجيله برضه حاجات واحد لواحد بيشتغل وبيروح يجيب جول. الحاجات النواقص او الحاجات اللي بقى فيها اخطاء دي شغله المدير الفني، بيشتغل مع اللعيبه في التمرينات بيوصلهم لاعلى مرحله. حته بقى ان يضيع دي مش بتاعت المدير الفني. اللي تقصده ان هواند ما بوضح لها. لا هو انا مش دعوه. هقول لك انا استوعبت ازاي كلام هواند. يعني هي عايزه توصل لحضرتك ان ما معناه ان كولر كمدير فني قد يكون عامل اللي عليه 100%. ما بيشتغل عشان يوصلك ان انت توصل للجول. فكره تاهيل اللاعبين وفكره ان هو بيديهم الخطه اللي هيلعبوا بيها والطريقه اللي هيلعبوا بيها والتكتيك اللي هينفذوه. هيجي بقى هو يخلي يمسك رجله اقدام اللاعبين. اهدار الفرص دي بقى ايه؟ انا قلت لك مشترك، ما انت خدتوش بالك من كلامي. قلت لك مشترك بين الجهاز الفني واللعيبه. هو وصل الفرقه، اي مدرب بيشتغل في اي نادي بيعمل الوحده التدريبيه او يشتغل طول الاسبوع عشان يوصلك لاعلى مراحل الفنيه والبدنيه، وتبقى عندك اكتر جهوزيه للمباراه انت تشارك فيها. لما بتوصل ولعيب انفرد جوه السته وضيع ضرب، ضيع الهدف، ضيع الهدف. الاسماعيلي كان بيلعب امبارح، لعيب مش متذكر اسمه حط الكرة بكعبه دخلت في وسط 5-6 موقفين قدام الجون وحارس المرمى اللي هو بتاع البنك الاهلي، وكسبوا اللقاء 2-1. في حاجات بيبقى الجون فاضي ما فيهوش ناس قدام الجون، والكرة تيجي في الجون، تيجي في القائم. في توفيق ربنا ساعات بيتدخل في بعض الفرص. في فرص يعني انت لما تحطها 100 مره مش عايزه تروح، في واحده تعملها كده تلاقيها راحت لوحديها. من يعني ما دي بقى فيها توفيق، ده جانب القدري. بس برضو مش كل حاجه نستنى القدر او التوفيق، لا احنا عاملين للمجتهد للي بيشتغل. فهو اللعيب ليه دور، اللي بيضيع الفرص بيشتغل على نفسه في التدريبات وبياخد توجيهات من المدير الفني. ركز في الثلث الاخراني، انت جات لك كذا واحده كده عملتها كده، لازم يبقى فيه هدوء زي بتاعت كريم. اكيد الكوتش كلمه قال له كريم لما توصل ارفع عينيك، ممكن تعملها كده في البعيده في الناحيه الثانيه في اليمين زي ما كهربا او حسين بيعملوه. هو عيني عملها في الناحيه دي ناحيه اليمين، الجول اتوفق فيها، نزل جت فيه اللي هي دي بقى مش بتاعت الجهاز الفني. ما انا قلت لك مش بتاعت المدير الفني. ولا مشتركه يعني الفارق ما بين رايي انا او يعني المشترك وجهه نظري انا وكريم وحضرتك هي ان دي مش بتاعه الجهاز الفني، بدليل ان وقت موسيماني كانت متكرره ايضا، فهي مش ازمه. طب ما انا قلت كده وليس دفاعا عن كولر. ما انا قلتش واحد لوحده مش مشتركه. مش هنتكلم على كره عشان احنا عندنا ماتش مهم، بنتكلم على اي مدير فني في اي نادي تاني عشان اوضح الرؤيه للساده المشاهدين. اي مدير فني زي ما قلنا بيشتغل لحد ما يوصلك، بيجي بعد الماتش تعالى حسين انت المفروض تعملها كده، دي سهله جدا انت بتحطها في التمرين. حاضر يا كابتن. بيجي الماتش اللي بعديه طب قال له بعد بيركز من الكلام الكابتن بيحطها. لو بقى لعبه كذا مره وبيضيع بيضيع، هيشوف حد غيره يشتغل في الحته دي ياخد فرصه غيره. يعني ما عندنا
طاهر محمد طاهر بيخش. عندنا مثلا كريم سعد بينزل بيصنع لك الفارق، قفشه بينزل بيبقى كويس اعلى من اللي طلع، مش اللي طلع يعني. لما امام بيطلع وقفشه بينزل، مش ان امام وحش، امام عالي جدا 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 في الحته دي، بيكسب النادي الاهلي. نفس السيناريو يعني متحول، خلي امام بره وقفشه بيلعب، قفشه بيطلع بينزل امام يكسبك. مش ما معناها اللعيب اللي طلع ده اقل من اللي نزل، بس ممكن مش يومه، مش متوفق، جاله فرص كتير مش ماشيه معاه. طيب يعني احنا هنسعى فاصل؟ لا مش هو قالوا كده؟ انا مش عارف، لسه لازم اوضح لك قبل الفاصل عشان نبقى متفقين. لا انا مش متفقه بصراحه، بس طبعا اكيد اكيد احنا كويسين مع بعض يعني. احنا هقول لك على حاجه، خلينا نعديها. اقول لكم اتكلم بالتشكيل اللي هيلعب. تعالى نقف عند تفصيله ثانيه. التشكيل بتاعهم شكل ظاهره، وظاهره قديمه. تمام؟ واكيد حضرتك سيدي اللي عارفين بالظاهره دي. لما بتكون بصدد المشاركه في بطوله افريقيه ما، وبتلاعب فريق من افريقيا بشكل عام، افريقيا بشكل عام، طبعا بيبقى فيه تنافسيه ونديه وكل اللي بالك فيه. لكن لما بتلاعب فرق من شمال افريقيا وتحديدا الجزائر، انا مش عارف المصطلح اللي هقوله ده يسطح للاستخدام ولا لا، بس بيكون دايما او بنستشعر دايما ان في من المنافس انجاز التعبير غل كروي وهو بيعدي. نديه شويه زايده. لا بيعدوا بقى، يعني بتحسه كان في غل كروي فعلا. ايه سببه؟ هو مش غل كروي، هي غيره زي ما انت قلت، غيره مش غل، غيره وشرعيه، ان هو بيلعب نادي القرن، بيلعب نادي الاهلي. كل الاحوال نفس الكلام ينطبق على اي فريق. ما انا اقول لا، مش عايز يخسر من النادي الاهلي، عايز يعمل حاجه ايجابيه قدام النادي الاهلي عشان يبقى حديث الساعه، يبقى ايه، يحقق حاجه قويه جدا جدا، يعني حدث كبير. ما ممكن يكسب فرقه ثانيه لا مؤاخذه يعني مش على الخريطه او تصنيفها بعيد خالص، انما انت جاي على الاول، على المتصدر، على نادي القرن، يعني بسم الله ما شاء الله، ونطلع اعلى من كده كمان. كل الحاجات في صالحنا، فاللي بيجي يلعبك بيبقى جاي بص هيموت نفسه عشان يبقى ايه قريب نتيجه ايجابيه ليه هو، مش عايز يجي ينزل يخسر مثلا بنتيجه كبيره ويتبهدل قدام النادي الاهلي. لو بيلعب مع فرقه تانية هتلاقي التركيز اقل شويه، زي الفرقه اللي نهوان ما بتحبهاش دي. فاحنا كمان بنحترم اي فرقه باللعيبه. وبعدين انا عايز بس اوضح لحضرتك حته فنيه، الجزائر، المغرب، تونس، كره في شمالها متقدمه جدا جدا وعندهم باع طويل في المشاركات الافريقيه كمنتخبات وكانديه. لما بيجي يلعبك حاطط في دماغه ان هي 50-50، ان انت النادي الاهلي وانا مثلا وفاء سطيف، انت النادي الاهلي انا بلوزداد، انت النادي الاهلي انا الترجي، فمثلا في تونس انا الصفاقسي. فبيشتغلوا ان هم في المغرب الرجاء، الوداد. فاحنا بنتكلم على ايه؟ ان هم برضو حاطين 50-50 يا كابتن كريم، ومش عايز يخسر قدامك. والاهلي اسم كبير، اي حد بيلعبه بيستعد له قبلها بفتره ويقول لك ايه، انا غل بقى في الملعب، مش عايز اخسر من الاهلي. اقول لك على حاجه كابتن سيدي قبل ما نطلع على الفاصل بس. اوكي، وانا وكريم اتكلمنا في دي قبل كده. فضل. التصريحات اللي بقت ليتلي او يعني مؤخرا من المديرين الفنيين او من المنافسين، انديه المنافسه، بقت فيها نوع من الثقه الزايده، واللي هو فكره انا مش عاجبني التعادل، انا كنت عايز افوز على النادي الاهلي. اللهجه اختلفت، ما كناش بنسمعها زمان كمان في لان يعني. فده صح. بقى سببه ان انا اللي خليت المنافس يشوفني بالصوره دي، ان هو قريب مني قوي، ولا هو بيعمل ده كتصريح علشان يدي الثقه مثلا معنويه يعني؟ انا أيوة. اسف للمقاطعه، الاجابه بعد ده كان السؤال بالنسبه ده اللي كان السؤال منك بعد عشان منك. طب ما انا عشان ما انساش، لا لازم، معلش حتى لو هتنسى. طب بس فكرين، احنا هنرجع على الاذان يا كابتن. الاذان لازم نطلع الاذان ونرجع نسمع الاجابه بتاعتك. الاذان اتفضل. اتفضل. طب احنا اتفقنا في الفاصل يعني بعد الفاصل مش هنختلف. لا قول السؤال يعني. انا نسيت السؤال. انا عارف انت بتقولي لي، بس هو خايفين لو هو ينسى الاجابه. لا انا ما بنساش. احنا سالنا سؤالين تقريبا. لا انا ما بنساش الحمد لله. انا بتكلمي حضرتك بتقولي في فرق بتيجي طمعانه في النادي الاهلي وعايزه تعمل نتيجه يعني ايجابيه. يعني لو مش فوز تعادل. فوز او تعادل. هو الفرق كلها عندها طموح، وطموح مشروع. يقول لك ايه مثلا، الاهلي كان متعادل بره، او لا قدر الله كان في مثلا اخفاق في بعض المباراه، مثلا الاهلي اخفق في مباراه، فيجي طمعان فيه. اللي بيعمل كده بيجي يلاقي الاهلي شكل تاني، الاهلي بياخده بقى وبيفتري فيه يعني، لان صعب جدا الحمد لله على مدار السنين الاجيال كلها ان الاهلي يكون ماتشين ثلاثه تهرب منه. لا ده بيعوض بشراسه. فانا بقول يعني الفرقه دي هتيجي تلاقي الاهلي تاني غير اللي اتفرجت عليه امبارح.
لان النادي بيشتغل اول حاجه على الحته اللي بتكلم عليها كابتن كريم، العامل النفسي، الحاجات اللي برضو المدرب بيطلع الفرقه من الحاله قبل المباراه اللي هي كان فيها مثلا اخفاق، بيشتغل العامل النفسي في الاول وتهيئه فنيا ومثلا وبدنيا، بيخش بقى بينفجر في اي فرقه جايه يعني ايه تقول لك انا هعمل حاجه ايه جامده فبيتصدموا بقى. عايزين ناخدك ولو بشكل مؤقت لفلاش باك كده، اصعب مباراه حضرتك شاركت فيها مع النادي الاهلي كان كنتوا بتلعبوا ضد واحده من الفرق الجزائريه بشكل عام، لا كانت ملابساتها صعبه، لا الجزائر لا الجزائر لا ما اللي في ماتشات تانية، بس الجزائر حظي وحش لان احنا بقى كان في هنا ايام الكابتن صالح الله يرحمه كان واخد قرار كابتن صالح سليم ان احنا كان برضو لما كانت بتفضل التحكيم والحاجات دي من زمان، كان ساعات برضو في ضغوطات على النادي الاهلي من الحاجات الافارقه كان بيجي يأذونا احنا الحكام، فراح واخد قرار قوي جدا جدا يا نهوان راح انسحبنا من البطولات الافريقيه، دي عملت لهم هزه، وعلى ما اعتقد ممكن برضو في البطولات العربيه كان في بطوله عربيه، لان الاهلي بيحب النظام وبيحب بيحب الحق، ان انت اديني حقي خد حق. يعني قبل الواقعه دي حضرتك ما شاركتش ولا لا مره لا في مباراه ضد لا لا خصم كان جزائري. ممكن الاتحاد الليبي في ليبيا، بس انا افريقيا الجزائر بالذات لا. طبعا اي حد يتمنى الجزائر والحاجات دي فرق قويه جدا بس عشان طبعا. انا اقول لك شاركت وانا ما شاركتش فاكون واضح معاك. في مباراه بقى طبعا بتبقى صعبه، يعني الواحد مثلا ممكن مباراه بتبقى فاينل يعني في مصر دوري مثلا بطولات مشاركات بطوله عربيه بره مصر. بشكل عام اصعب مباراه حضرتك شاركت فيها لا. عموما لا لا في مباراه الزمالك كانت بتبقى هتحدد مين البطل، يعني انا قلت لحضرتك قبل كده لعبت 4 مباريات اهلي وزمالك، او في ماتش خامس مع كابتن سايس لعبت حوالي 25 دقيقه. الماتش اللي يكون فيه انت هتحدد انت البطل، والحمد لله الاهلي في الحاجات دي بيحسمها، يعني ما خسرناش من الزمالك الحاجات اللي انا شاركت فيها بفضل الله. يعني في ماتشات كتيره بقى اللي هي بتبقى هقول لك ممكن تكون اصعب من الزمالك، السويس في السويس، اسماعيلي في اسماعيليه، المصري في المصري، دي حرب. ليه بقى؟ حرب ليه بقى؟ الجماهير بتاعتهم مش طبيعيه. ده احنا ساعات بنطلع في عربيه، احنا مره طلعنا من اسماعيليه في العربيه بتاعت الامن المركزي اللي هي الكبيره ديت اللي بتشيل العساكر، وبورسعيد كانوا يولعوا في الملعب الجمهور المصري، احنا وبعدين الزمالك وولعوا في عربيه التلفزيون. لا في ماتشات لان هي بتحسم، بس دلوقتي الحمد لله العقليه بقت متزنه والناس بقت طبعا الثقافه عليت، ما عادش في حد بيضر حد، والانديه دي ما بقتش برضو بالقوه بتاعت زمان، يعني ما عادتش لا بالعصبيه، الناس بقى خلاص بقت تتفرج على الكوره في اوروبا وهنا، هي قلت غصبا عنهم بطبيعه الحال لان الفرق نفسها انزوت بالظبط، يعني مش زي زمان. لا الوضع اختلف، وبرضو كل ما الثقافه بتزيد كل ما الامور بتاهدى، وانت بتلعب النادي الاهلي لما يكسبك دلوقتي الاهلي 2-3 انت تبقى نفسيتك مرتاح، ما انت بتلعب النادي الاهلي يعني مبسوط. الاول يا كانت الفرات قريبه، انت عارف الماتشات بتاعتك بتطلع كام؟ 1-0 2-1 نادرا لما تلاقي ماتش فيه سكور. وفرق ايه لو قلت لك يعني البلاستيك، مصنع 36، نادي اسكو، الانديه دي انا جبتها لك ليه؟ لان كانت بعيد شويه وصغيره بس عندهم لعيبه جامده جدا جدا، الماتش يطلع 1-0 او 2-1 ساعات كان بيتعادلوا مع الاهلي مع الزمالك، فانما دلوقتي الوضع اختلف والتدعيمات وبتاع ممكن تكسب تتعادل، ما عادش فيه الشده والعصبيه. هو اصلا زمان لو جينا اتكلمنا وخلينا نتكلم عن الدوري محليا، لما اجي اتكلم عن الكوره زمان والكوره دلوقتي، يعني انت دلوقتي بتتكلم في انديه جماهيريه ما بقتش زي الاول، في دلوقتي انديه شركات بقت طبعا مستوى تاني، بس التوب 3 مثلا معروفين كده كده عندنا ما بيتغيروش قوي. عن مقارنه بقى بزمان جيل حضرتك واللي قبلك كمان، الكوره كانت متعه تانيه لان كل الانديه كانت الفوارق ما بينها مش بعيده، بلس ان ما كانش في حتى وقت تدخل راس المال مش بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي، ف يعني زمان كان في كوره بجد، كان في كوره. وده الحزين ان انا كل ما افتكر امجادي اقول زمان، يعني مش احنا مش ليه بنفتكر لما دلوقتي يعني دخلنا بقى كل فرقه كانت في الدوري، يعني انت تساليني تقولي لي قول في المنصوره 7-8 اقول لك، قولي لي قول في المصري اقول لك، المحله اقول لك 10-11، الاسماعيلي من احسن الفرق كانت بتلعب كوره جميله جدا جدا، برازيل مصر على مدار تاريخهم طبعا من اول الكابتن علي
ربنا يديله طول العمر لحد العجوز لحد فوزي لحد لغايه التسعينات لا لحد ما حصل لهم ضروب لحد اسلام الشاطر لحد بركات ما دول اجيال بتكمل زي النادي الاهلي من ايام الكابتن الشيخ طه وبعد كده بقى الجيل اللي بعديه وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبد والجيل اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وجيل تركه فهي كله بيسلم بعضه يعني بس انا بتكلم كانت حلوه ليه؟ النتائج كانت قريبه ما بقول لك ماتش يطلع 1-0 2-1 الاستاد من الساعة 2 الناس كلها قاعدة مليان استاد القاهرة 70 80 يعني الاهلي والسكة الحديد انا اتفرجت عليه كنت صغير خالص ما كنتش لسه بقى طلعت يعني الكابتن الخطيب جاب فيه مش عارف جنيه ولا ثلاثة في الاستاد مليان بنلعب احنا مرة الاولمبي في الجيل بتاعنا الاستاد كله مليان الماتش ما كانش متذاع اهلي زمالك 80,000 كل المصري والاهلي كاس مصر لما الاتحاد كمان يعني طبق عليه كلام والاتحاد السكندري نسيت الاتحاد انا لعبت فيه جماهيره ما شاء الله بتملى الملعب ويعني بص الكوره كانت حلوه وكان فيها يعني ايه يعني تشوق كده ان انت تروح تتفرج طبعا. دلوقتي في ناس ده كل ثلاث ايام تلاقي في خمس ست ماتشات انت ممكن تتفرج عليهم تاني وبس هقول لك على حاجه قول لي سبع ثمان لعيبه من مثلا من فرقه سيراميكا او البنك الاهلي ممكن ما تعرفش عندك حق شفت الاول بيقول لك 11 رغم ان هم بيلعبوا كل يوم ليه بقى؟ الناس مش متابعاهم هم كلهم نجوم يعني سيراميكا فيها احمد ياسر ريان وفيها لعيبه كويسه جدا بس احنا الناس مش متابعه زي زمان الجيل الجميل والجيل العظيم اللي هو كان زمان كان بيمتع الناس ودلوقتي الجيل بقى بتاع اللي هو ايه اللي فيه حظ البطولات والبزنس والامكانيات والاصفار بقى كتير طب ما كانتش ايامكم الاصفار الكتير دي يا كابتن ربنا يزيدهم يعني طيب قبل ما نختم الوقت خلاص خالص سريعا توقعاتك للمباراه انا مش هقول توقعاتي اللي انا قلتها المباراه اللي فاتت كانت توتالي يعني غلط توقعاتك انا بحب التوقعات كم تقريبا ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يفوز 2-0 باذن الله نتمنى مره تكون النتيجه ايجابيه لينا يا رب. وان شاء الله ما يجيش فينا اجوان ولو اكتر يبقى كرم من عند ربنا بس المهم ناخد الثلاث نقاط حتى لو بجون بس ان شاء الله التوفيق يكون معانا باذن الله نتمنى التوفيق وحاله اللعيبه تكون كويسه يوم المباراه وما فيش فرص تضيع اللي انت زعلانه منه والله على فكره مش اكتر واحد عنده نورت الدنيا كده اختلفت معايا اشكرك على وجودك معانا بس بس فكره حلوه ممتعه الاختلاف في الاراء بيبقى في الاول وفي الاخر طالما لصالح الكيان اللي احنا بنحبه فده اعتقد صحي جدا وعلى كل حال قراءه ممتعه بجد كابتن صدقي نورتنا